إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، والآن احنا بقلب ملعب ابن بطوطة. في هذه اللحظات غادي تغادر حافلة فريق الوداد الرياضي وهي منتشية بالفوز، فوز اللي كان صعب جدا، فوز ما كانش بالسهل، فوز اللي جا في الدقائق الأخيرة خلى فريق الوداد أنه يتعادل في المقابلة آخر الدقائق اللي مشاو حتى الأشواط الإضافية. في الأخير استطاع فريق الوداد الرياضي أنه يفوز في ضربات الجزاء بفضل الحارس يوسف مطيع اللي تألق وبين على واحد الامكانيه كبيره، واحد التصديات الرائعه، صدى ثلاثه ديال ضربات الجزاء اللي ما كانتش بالسهل، اللي الجمهور الودادي كامل كان تيتغنى او يتغنى بالحارس يوسف مطيع في الشبكه غلادياتور يوسف مطيع. الان حافله فريق الوداد الرياضي سوف تغادر ملعب ابن بطوطه، اللاعبين غادي يمشيو للفندق، يعني غادي يباتوا اليوم في مدينه طنجه، والغد ان شاء الله غادي ياخذوا التي جي في باش يمشيو لمدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، انتم معنا على المباشر امام حافله فريق الوداد الرياضي بعد الفوز المهم، والفوز اللي ما كانش كيف قلت لكم ما كانش بالسهل، فوز صعيب 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 صعيب، كل شيء في الساعات او الدقائق الاخيره كان تيقول على ان اتحاد طنجة فاز بالمقابلة وتأهل للربع النهائي، لكن في الأخير الفريق الوداد الرياضي استطاع أنه يجيب ضربة الجزاء، ضربة الجزاء اللي خلات فريق الوداد يتعادل في المقابلة، تعادل اللي دانا حتى الأشواط الإضافية ودانا كذلك حتى ضربات الجزاء. كيف ما كتشوفوا على الصورة جميع مكونات نادي الوداد الرياضي، على الصورة المدرب خوان كارلوس غاريدو، جل نجوم فريق الوداد الرياضي الان تيغادروا الحافله في طريق الى الفندق الاقامه. يعني الجمهور الودادي كان حاضر بشكل كبير، كانت واحد الفرحه، كانت واحد البهجه، كانت واحد الاحتفاليه رائعه وجميله، خلات على ان فريق الوداد الرياضي ما ينزلش يديه بهذا المفهوم، ويبقى يعني كيحاول ومحاولات ويحاول حتى جات ضربه الجزاء اللي جات في واحد الدقائق اللي الكل شكك في حق هذه ضربات الجزاء، لكن كيبقى القرار للحكم، الحكم الرداد اللي الكل لان قال انها ضربات الجزاء كانت مستحقه لفريق الوداد الرياضي. هنيئا للفريق الاحمر، هارد لاك لاتحاد طنجه، اتحاد طنجه اللي بين هو كذلك على مقابله قويه، مقابله شرسه، يعني خلى فريق الوداد الرياضي يدخل في واحد شكوك ديال التأهل، لكن في الأخير فريق الوداد الرياضي استطاع أنه يتعادل ويجيب الفوز في ضربات الجزاء بفضل الحارس يوسف مطيع، حارس كبير. يعني ضربات الجزاء اللي اعلن عليها الحكم اثارت واحد الجدل كبير، لكن اغلبيه ديال الحكام واغلبيه ديال الناس اللي مكلفين بهذا الشان هذا قالوا لان ضربه الجزاء صحيحه، وهذا الشيء كيبقى الناس المختصه. يعني فريق الوداد كيغادر في هذه اللحظات، اللاعبين ديال الوداد غادي يمشوا للفندق، غادي يستراحوا اليوم، لكن غدا ان شاء الله غادي ياخذوا البوراق في اتجاه مدينه الدار البيضاء. هنيئا لجميع مكونات نادي فريق الوداد الرياضي على هذا الفوز المهم. الجماهير منذ بدايه المقابله وهي كتناشد اللاعبين انهم يفوزوا ويتاهلوا، لان فريق الوداد الرياضي سنين غاب عليه هذا اللقب. اذا في هذه اللحظات تغادر حافله فريق الوداد الرياضي ملعب ابن بطوطه وهي منتشيه بفوز غادي يخليهم يتأهلوا لربع نهائي كأس العرش اللي غادي يواجهوا فيه فريق الدفاع الحسني الجديدي. يعني بقاو فرق قوية قوية جدا، الوداد مع الدفاع الحسني الجديدي، الجيش الملكي أمام الفتح الرباطي، الرجاء ضد شباب المحمدية، كذلك نهر شبركان غادي يواجه اتحاد شوارقة. يعني هذه هي حافلة فريق الوداد الرياضي اللي كتغادر
في هذه اللحظات في ملعب ابن بطوطة، وهي منتشية بفوز مستحق، لأن الحارس مطيع صد ضربات الجزاء وثلاثة ديال ضربات الجزاء. هذا الشيء اللي خلى الجمهور الودادي كيتناشد وكيطالب بالحارس مطيع يكون رسمي في جميع المباريات. لكن الآن حراسة المرمى ديال الفريق الوداد الرياضي ولا عليها واحد الضغط كبير، ولا عليها واحد التنافسية قوية. إصابة الحارس أحمد رضا الشاقناوشي خلات الفرصة ليوسف مطيع اللي بين على الإمكانية، والوداد الآن كيمتلك جوج ديال الحارسين من الطراز الكبير، وكذلك أربعة حراس، لأن ياسين حاني كان اليوم الحارس الثاني في هذه المقابلة، وكذلك طه مريد اللي كيلعب كذلك مع المنتخب الأولمبي. يعني الان كيف ما كتشاهدوا نجوم ولاعبي فريق الوداد الرياضي غادي يغادروا ملعب ابن بطوطه، فوز مهم على اتحاد طنجه اللي ما كانش بالسهل. مشاهدي قناه شوف تيفي كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، بالصحه صحوركم والى اللقاء.